والرئيس سمعني ورئيس الوزراء سمعني والدنيا كلها سمعاني، خلف 20 يا واد تبقى كده يا واد، بس اصرف عليهم يا واد، يلا يا اخوي ولا يهمك اي حاجه، لكن ما تجيبليش عيال وتقول لي انا مبروك عطيه اصرف، او تقول للدوله اصرف. يا سيدي العزيز، دخل رجل ايام النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وهو صحابي كبير، واحد قاعد على باب الجامع مستني صاحبه، قال له خد الكيس ده كان فيه 20,000 درهم امانه لما صلي. قال له حاضر. جه ابن الرجل اللي دخل لمح ابوه بيدي الكيس اللي فيه 20,000 للراجل اللي قاعد على باب الجامع، خلى ابوه يدخل يصلي وهو راح للراجل، قال له انت عارفني؟ قال له ايوه. قال له انا ابن الراجل اللي دخل ده. قال له عارفك. قال له هات الكيس ده. خده. قال له اما يجي يسالك ابويا بعد ما يصلي قول له ابنك خده لانه محتاج. فخد الكيس. الراجل خرج قال له فين الفلوس يا فلان؟ قال له ابنك خدها. راح الراجل اشتكى ابنه للنبي عليه الصلاه والسلام. الواد سرقني يا رسول الله. فجاب الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد الا رسول الله. طب افهموا حاجه عنه، افهموا حاجه عنه، ابوس ايديكم. وقال له ايه يا ابني خدت الفلوس ليه بتاعه ابوك؟ قال له يا رسول الله ابي كان ينوي ان يخرجها صدقه وانا ولده محتاج. صدقه مش زكاه، العك هيقتلني. الزكاه ما حدش يدي زكاته لابنه، حدش يدي زكاته لابوه. تمام. فقال عليه الصلاه والسلام لقد تصدقت بها على ولدك وهو اولى. يقول الكلام ده. قالوش يرجع الكيس لابوك وخد مني يا حبيبي، والنبي يمثل الدوله. النبي اللي قال عليه الصلاه والسلام كفى المراه اثما ان يضيع من يعول، فوجه وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انا لا اقول للناس حددوا النسل، وانما اقول للناس لا تتزوجوا اصلا، فلا نسل ياتي، لان زواجكم حرام ان لم تكونوا قادرين على فتح بيت ينبت العزة ويخرج الزكاة ولا يسمع له شكوى احد، ولا تشتكي امرأة، ولا ينجب مسلم اولادا ويتركهم لامهم ويصيع وهي التي تنفق عليهم وتتلطم وتشحت وتشتغل وتمسح سلالم. ومع الأسف ده موجود كل الدين. نعم فندم. ومع الأسف ده موجود. طبعا. ده موجود بشكل موجود. كبير. ده الواقع، ده الواقع اللي احنا بنقراه، ده الواقع اللي احنا بنقراه. طيب يا حبيبي المسألة لا تعالج. لا استناني يا شيخ، المسألة في نظري زي ما بيحلل لك مصطفى بيل في كده في السياسة. فضل. خليني انا احلل براحتك. من خلال عشرات السنين دراسة في الدكتوراه في اللغة ودراسة في الشريعة والقانون، ورحم الله الدكتور احمد طه ريان عالم الأمة اليوم الذي انتقل إلى رحمة الله بسبب الكورونا، وأنا أنعي العلامة الكبير اليوم عليه رحمة الله. بقول للناس اليوم توفي ريان من غير ألف ولام عليه رحمة الله، الإمام المالكي أستاذ الفقه المقارن عميد الشريعة والقانون صاحب البعثات والرحلات العلمية الطويلة، المولود سنة 39. يا أستاذ مات بالكورونا. فقلت إيه؟ قلت الكورونا لا تفرق بين أمي وبين عالم عالمي، الميكروب هو الميكروب، هذه سنة الحياة، ينبغي أن تحتاط وينبغي أن تأخذ صحيح. بالأسباب، ولا تزعمن أن هذا يعارض التوكل على الله. بيودونا في داهية كل يوم بالفهم بالفقه. حضرتك بتربط ما بين الموضوعين يعني. لدين الله طبعا طبعا يا أستاذ، الفقر هو الفقر والحاجة هي الحاجة. طب أنا هقول لك تحفة تانية ب 800 مليون دولار، إيه رأيك في الرقم ده؟ جديد اتفضل. جديد طيب. عادة بتقول يا مليار يا تريليون يا حاجات من دي، اتفضل. لا ده بقى يعني عملية بسهل شوية. طيب.